التي افتتحتها أجهزة الدولة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد المعروف بكوفيد 19. كما تعلمون أن في البداية أود أن أشير إلى أن كان بود السيد الولي أن يترأس هذا الشبان، ولكن بظروف قاهرة جعلته ينسحب من هذا الاجتماع لأغراض أخرى، فكلفني برأس هذا الشبان. إذن كما تعلمون أن العالم يعيش صعوبات كبيرة ناتجة عن الانتشار الواسع لهذا الوباء. بدأ في دول آسيا ثم انتقل إلى دول أوروبا ثم إلى دول أمريكا، وأخذ أبعاد جد خطيرة في بعض البلدان. نحن بمقربة القارة الأوروبية بطبيعة الحال معنيين باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لمواجهة هذا الداء المفتن. فاجتماعنا اليوم يندرج في إطار تضافر الجهود وتنسيق الوثيق بين فعالية الإخوان الرجال والنساء للإعلام ووسائل الإعلام، الذين بطبيعة الحال يلعبون دور أساسي وكبير في نشر الخبر ونشر المعلومة الموثوقة. هذا الانتشار هذا الوباء كما قلت لم يستني المملكة المغربية، إذ كما تعلمون أن الآن وصلت الحالة المؤكدة إلى 49 إلى غير صباح اليوم، وحالة مؤكدة كما أن هناك حالات مشابهة ذكرتها وزارة الصحة في براغها الآخر لهذا الدير هذا الصباح، هو 187 حالة مشابهة هي قيد التحاليل المحورية سواء في مدينة الدار البيضاء أو مدينة الرياض. يزداد على أو يضاف إلى هذه الجائحة أو إلى هذه الإشكالية مشكل الجفاف، كما تعلمون ناتج عن تأخر تساقطات المطرية، وما يتبع ذلك من نتائج سلبية على المحصولات الزراعية وعلى الفلاحة بصفة عامة. هناك كذلك اقتراب شهر رمضان الأبرك 1441، وهو شهر كما تعلمون يزداد فيه الاستهلاك الأسري بشكل ملحوظ. لوحظ منذ بدء الإجراءات التي اتخذتها مجموعة قطاعات الدولة سواء وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو لوزارة التجارة والصناعة أن هناك تهافت كبير على المواد الغذائية في الأسواق والمحلات التجارية، وهو تهافت غير مبرر. لماذا؟ لأن كل القطاعات الحكومية المالية اتخذت كل الاحتياطات وكل الإجراءات حتى يكون هناك تموين عادي في الأسواق. وفي هذا الصدد اتخذت الدولة وبطبيعة الحال مكوناتها يعني العمالات والأقاليم والولايات مجموعة من التدابير التي لاحظتموها على أرض الواقع، وهو أولا التتبع اليومي للحالة الصحية للأشخاص المشتبه في وضعيتهم الصحية. فكما تعلمون هناك استراتيجية وطنية يتم تطبيقها من خلال لجنة مركزية والتي تدبر هذه الأزمة
نحن أمام بطبيعة الحال أمام أزمة تقتضي المواجهة بكل الوسائل من أجل التخفيف والحد من الآثار السلبية على صحة المواطنين. هناك إجراءات أخرى وهي تشديد المراقبة على المطار الدولي مطار أمين بلال بحيث يتم إخضاع كل الوافدين سواء المغاربة أو أجانب إلى فحص طبي يعني سيستماتيك، بمعنى أنه كل وافد يتم فحصه طبيا في عين المكان، كما يتم تتبعه من خلال الفترة التي سيتطرق إليها الدكتور خالد برحان في كلمته. بطبيعة الحال وزارة الصحة استعدت ولا زالت تستعد بما فيه الكفايه من اجل مواجهه هذا الداء بالفعاليه والنجاعه اللازمتين والمطلوبتين. فكما تعلمون اي شخص وافد عن الاقليم كانت له علاقه مباشره او غير مباشره سواء اثناء سفره او اثناء تنقلاته بأشخاص ثبت حسب التحريات أنهم مشكوك أو حالة مؤكدة يتم التنسيق بين السلطات المحلية والسلطات الطبية للتعرف على الوضعية الصحية لهذا الشخص، والحال ينطبق على جميع الأشخاص الذين وفدوا على الإقليم. لاحظتم كذلك أن السلطات المحلية والجماعية نشرت حملة واسعة النطاق لتعقيم وتطهير مجموعة من الإدارات العمومية والخصوصية، وكذلك تعقيم وسائل النقل العمومي من حافلات لنقل المسافرين وسيارات الأجرة وعربات النقل وغيرها، وهذا كله من أجل الحد من انتشار هذا المرض الذي سيتحدث عنه بعد قليل السيد الطبيب. إضافة لذلك بدأت حملة واسعة النطاق، حملة تحسيسية بمساعدة فعالية المجتمع المدني المشكورين الذين لبوا الدعوة يعني بكيفية تلقائية، وقاموا منذ البارحة بالاتصال بشكل مباشر بالمواطنين من أجل توعيتهم وقصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستباقية حتى يتم الحد من انتشار هذا الفيروس. على صعيد آخر، كما لاحظتم أن الولاية أخذت مجموعة من التدابير الاحترازية من أجل تتبع التموين والاستهلاك على المستوى المحلي وضرب اليد من حديد على المضاربين وعلى المحتكرين وعلى الذين كل من سولت له نفسه أن يقوم بالزيادة في الأسعار. فعلا لاحظ بعض الزيادات نتيجة الاستهلاك يعني التهافت عن بعض المواد الغذائية مثل الحمص والعدس وبعض الخضريات، ولكن الأثمان بدأت تستقر اليوم. يمكن أن أعطيكم نظرة مقتضبة حول الأثمان. لأهم المواد الغذائية بعض الخضريات بحال البطاطس بحال الطماطم بحال كانت زيادة اليوم زيادة ديال
احتل 10%، زيادة هذا بعض الخضريات مثل الجزر، الباذنجان، كوجات القاع، زيادة حتى 30%. أما بالنسبة للقطري فلوحظ استقرار في الأزمنة. الحمص 15 درهم، العدس 11 درهم، الفول اليابس 9 درهم، اللوبيا البيضاء 14 درهم، الكروكاس 12 درهم، وهذه هي الأسمنة يعني المعتادة مع بعض الفارق، الفارق يعني خفيف، الروز ما بين 10 حتى 11 درهم، الموضوع الدائري وروز طويل ما بين 12 حتى 13 درهم. إذا لا داعي زعما للقلق من على مستوى تمويل الأسواق. أعيدها وأكررها أن القطاعات الحكومية المختصة أخذت ما يكفي من التدابير ومن ما يكفي من الاحتياطات من أجل تمويل الأسواق بشكل عادي. أيها السيدات والسادة، أود أن أشكركم مرة ثانية على المجهودات التي تقومون بها في تغطية الأحداث التي تعرفها المدينة وتغطية المواضيع والأنشطة التي تخص الجهة، وهذا بطبيعة الحال يتطلب مجهود مستمر من خلال الاتصال ومن خلال استقاء المعلومة واستقاء الخبر. نحن الآن في مواجهة عدو، هناك من سماه من بعض الدول التي عرفت انتشار واسع مثل فرنسا، على لسان رئيسها توجد في حالة حرب. نحن لم نصل إلى هذه المرحلة، المرحلة الثانية، لا زلنا في المرحلة الأولى، بمعنى أن 49 حالة مؤكدة مع تسجيل وفاتين، يعني 2 من الوفيات، يجعل أننا كنا سباقين في اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وبالتالي فإن الوضع لحد الساعة هو تحت السيطرة، ونتمنى بفضلكم وبفضل يعني جميع الجهود التي تقوم بها القطاعات أن نبقى في هذه المرحلة حتى لا نصل إلى المراحل التي وصلت إليها الدول. هذا كما تعلمون أن هذا يؤثر سلبا وبشكل ملموس على الاقتصاد وعلى المصالح الخاصة للأفراد. فرجل الإعلام وإمرأة الإعلام ووسائل الإعلام لهم دور هام ودور أساسي في نقل الخبر وفي التوعية وفي الحديث عن طبيعة المرض وعن أعراضه وعن طرق علاجه والوسائل الوقاية. ورجل الإعلام ومرأة الإعلام لها دور ريادي في السلم الاجتماعي وتصدي بخصوص إلى الأخبار الزائفة، الأخبار التي تبث الفزع والهلع والترهيب في نفوس الناس وفي قلوبهم. الخبر كما تعلمون ينبغي استقاؤه من المصدر، والمصدر هو الأجهزة الرسمية للدولة. هناك جهاز الذي لديه الاختصاص هو المديرية الإقليمية والمديرية الجهوية للصحة، هي التي تعطي الخبر الأكيد. فنحن مطالبون جميعا بمواجهة الأخبار الزائفة ومواجهة الشائعات التي
لا تزيد إلا تعقيدا للوضع ولا تؤدي إلى النتائج المرجوة، بل تربك البرامج التي وضعتها الدولة من أجل مواجهة هذه الجائحة ومواجهة هذا الوباء الكوني، لأنه وباء يهم كما ترون يهم مجموعة من الدول. فنشر الخبر الزائف ونشر الشائعة يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة كما سيشير الدكتور خالد المدير الإقليمي، يؤدي إلى عدم استمرار البرامج التي ويشكك كذلك في العلاقة التي توجد بين المواطن والأجهزة الحكومية. إذن علينا علينا أن نواجه هذه الظاهرة، بمعنى أن التحدي الذي ينبغي أن نواجهه جميعا هو قطع الطريق أمام الأشخاص الذين يقومون عنوة وربما عن غير قصد من أجل نشر شائعات لا يرجى من ورائها خير. ولذلك فأدعوكم على لسان السيد الوالي من أجل الانخراط الفعلي في المجهودات الرامية للتصدي لنشر الأخبار الكاذبة، ولدي اليقين بأن الإخوان الحاضرين معنا هنا أبانوا ولا زالوا في مجموعة من المواقف ومجموعة من المناظر عن مواقف بطولية، بحيث كانوا السباقين إلى نشر الخبر اليقين والذي يساعد كذلك السلطات الإدارية والقطاعات الحكومية من أجل اتخاذ القرار المناسب، أو حتى إذا هناك كان قرار غير مبني على معطيات صحيحة، فبمجرد نشر خبر يقين تقوم الجهة المعنية بتصحيح قراراتها وتصحيح تدخلاتها، بل أن مجموعة من الأخبار التي تصلني على مدار اليوم يتم تصريفها في شكل قرارات التي تتخذها السلطات المحلية على أرض الواقع من أجل مواجهة ظاهرة معينة أو مواجهة مطلب أو مواجهة فعل معين. إذن أشكركم مرة أخرى على هذا الحضور، وأعطي الكلمة للدكتور خالد الرحال من أجل التدخل قبل ذلك وبعد ذلك سيتدخل السيد